حنا اليوم هنايا جينا تنجسدوا واحد الوقفه نضاليه للمطالبه بتسريع لحل حالات ملف اللي عمر طويل، راه دابا 6 سنوات وحنايا تنعانيو الويلات باش نتسلموا الشقق ديالنا. حنا اليوم هنا جينا باش نوصلوا الصوت ديالنا، سواء العمده الاستاذه فاطمه الزهراء المنصوري بالصفتين ديالها، صفه تاع انها عمده، ولا بالصفه ديال انها وزيره للتعمير في بلادنا العزيز. اليوم حنايا تنعانيو، مناش تنعانيو؟ عباد الله كاين اللي تطلقات، كاين اللي الكرا طيبها كملت اللي قدامها واللي وراها بغات السكن ديالها. راه حنا كلنا كمواطنين راه تنبغيو غير العيش الكريم، والعيش الكريم تيبدا لينا بواحد الشقه نمتلكوها. اليوم حنايا تنحاولوا نمتلكوا الشقه ديالنا، عطينا تصبيقات. الناس اللي ما استطاعتش انها تصبر باقي او فقدت الثقه في المنعش تطلب بالتصبيقات ديالها ما استرجعتهاش. حنا اليوم هنا تنطالبوا بمطلبين اساسيين، بغينا التسليم الفوري للشقق ديالنا، حيت كانوا هناك من قبل كانوا مواعيد شفويه واللي ما عمرها تلبات. راه من 2020 حنا نسمعوا اليوم غدا باقي ما شفنا لا اليوم لا غدا. المشكل اللي كاين هو الشقق تشوفهم مبنيين، الصباغه راه باتت وحنا باقي ما سكناش، باقيين في الكراوات. تنطالبوا بالتسلم الفوري للشقق، وتنطالبوا بالنسبه للناس اللي بغات استرجاع المبالغ ديالها استرجعها بشكل كامل وفوريا كذلك. الشقق راه حنا تنشوفوهم كاملين واقفين، ولكن التسليم ما كاينش، ما عرفناش علاش، وهذا راه باين تماطل مقصود من صاحب المشروع. كانت التسويفات اليوم غدا دار معنا اخر اجل هو ديسمبر هذا اللي داز ديال 2022، مع ذلك ما شفنا والو. دخلات السلطه مشكوره باش انها يعني تحل المشكل، ما تحلش المشكل. يعني جابوا الادارات تبين بانه راه كاين شي شويه ديال سميتها شي عراقيل، ولكن بسيطه، يعني ماشي لدرجه انه ما يقدرش يحدد معنا يعني الوقت ديال التسليم. من بعد يعني شفنا بانه راه يعني المشكل راه ما غاديش يتحل، وما كاينش شي افاق كتبين لنا بانه غادي يتحل. هذا علاش قررنا التصعيد، يعني حنا ما غاديش نبقاو واقفين مكتوفي الايدي تنتسناو حنايا لا فلوس لا شقق. السيد خدا فلوسنا بنا بهم، يعني كنشوفوا الشقق واقفين وعارفين بانه راه فلوسنا حنا باش نوقفوا هذوك الشقق. هذا راه عيب وعار، يعني حشومه بزاف انه يستغل هذوك الفلوس ويبني بهم وفي الاخر نبقاو حنايا في الشارع. راه ما بقى لنا غير سيدنا الله ينصرو، كنطلبوا انه يحل يوقف باش يحل هذا المشكل. وهذه المساله ديال العقار في المغرب كامل وفي مراكش، ما عرفتش انا شكون اللي تيحمي هاد الناس، شكون اللي كيحمي هذا السيد ما عرفناش. واش حنا ماشي مواطنين؟ ما عندناش الحق؟ ولنا تنبروا يعني تنحسبوا راسنا بحال شي حشرات وصافي، هذا الشيء اللي كاين. كلمتنا ما مسموعاش، ما عرفناش علاش. يعني راه بزاف 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 صبرنا اكثر من القياس. جوج المطالب الاساسيه تنطالبوا بهم اليوم، روما تسليم الفوري للشقق واسترجاع المبالغ للناس اللي عاطيه التصبيقات.